فكك يا سيد فرخ. اهلا دكتور فرخه. سلم يا سرور. اهلا وسهلا يا دكتور فرخه. منور يا دكتور فرخه. فرخه ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ده عليه بيضه. عرفنا عرفنا. اسماعيل بيبسبوس. يا اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا مساء الحلاوه. ايه ده؟ مساء. ده الراجل مش عايز يسلم علينا. ده الراجل بيتكبر علينا يا فرخ. يلا نمشي. لا يا حبيبي، اهو اهو اهو. اهلا اهلا يا ميت. اهلا وسهلا. اهلا دكتور بسبوسه. يا ميت اهلا وسهلا. ايه ده؟ ده ايده ملزقه. معلش يا فندم، بس شربات والله. ايه بقول لك ايه، الناس دي هتاخد كام؟ بص يا خالد. لا يا اسطى، احنا مش ماديين. احنا لا مؤاخذه هنشتغل معاكم بلقمتنا. غالي والطلب رخيص والله. سرور يا فندم، بسرعه علبتين فول وقرطاس طعميه للبهوان. لا يا فندم، قرطاس طعميه وليه التكاليف دي؟ ما تعلق لنا جلوكوز ارخص. انت هتقرفنا. انا عايز سندوتش شيش طاووس. وانا مش اقل من فرخه. انا عايز سندوتش شيش طاووس بس خف الريش. حاضر حاضر من عينيا. وطلب تل مؤاخذه. اتفضل. المكنه دي انا محتاجها بالليل بعد ما نخلص. المكنه دي عايزين. يقول مكنه على القناه. لا اسمع عملنا ايه في الضيوف؟ يا معلم انا جايب لك معايا شادية. ايه؟ شادية. شادية جاية؟ شادية. الله أكبر. الله العظيم. زمن الفن الجميل راجع. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله يا فندم. عايزين مشاهدة على أبوه. عايزين نعمل حال. والنعم عايزين نعمل حال. كده هتبقى حالة وفاة كده. يلا مزيكا يا بابا. مزيكا. كده يا فندم. ثلاثة. تفضل. هنبدأ. اتنين واحد. هوا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي الأسبوعي الشهري دي أحداث. دي أحداث دي أحداث دي أحداث. تفضلوا ارتاحوا. يا أهلا وسهلا بكم مرة تانية في برنامجكم دقيقة أحداث. دقيقة أحداث دقيقة أحداث دقيقة أحداث. اتفضلوا ارتاحوا. أحب أرحب بضيفتنا شادية في برنامجنا دقيقة أحداث. لا إحنا هنقعد نقضي أحداث؟ ما تخرجش من البرنامج. حد يتكلم في الحداد يا حيوان. فرخة. أيوة بسبوسة. أنا حاسس إن في حد معانا في الشقة. ده استوديو. استوديو. يا نهار أزرق، إحنا في استوديو؟ آه. بس حاسس إن في حاجة في الاستوديو. اقعد ما تقلقش. اقعد. ماشي. النهاردة معانا شادية. شادية، في بداية كلامنا. دي شادية؟ في بداية كلامنا وقبل ما نخش في أي تفاصيل، جمهورنا يحب يعرف، وانا بصراحه كمان احب اعرف مين شادية. انت ايه ده بالبساطه دي؟ اضحك عليك. ما تستهبليش علينا. بوسه. ما احنا عارفين ان انت ايه يا شادية؟ حد قال ان انت بنت خالتك يا شادية؟ ما تستهبليش فرخه. تعال ارتاح. انتوا مشيتوا؟ لا ما مشيناش. انا ما جيتش النهارده ولا ايه؟ لا يا حبيبي اتفضل، هي موجوده. هي راحت فين شاديه دي؟ موجوده على شمال. انا فين هي؟ اقعد ارتاح. الكرسي الاسود ده ما بيشوفش. يا شاديه ما تتعبناش يا ماما. هو الراجل قصده عرفينا بنفسك اكتر. انت رقاصه صح يا شاديه؟ يعني انا لسه ببدا. انت بالفعل رقاصه وعامله فيديو عامل 2 مشاهده على اليوتيوب. هل يا ترى 2 مليون؟ انا قلت ايه؟ 2 مشاهده. يا نهار ازرق. معلش شفتوه بقى كده؟ انتوا اللي شفتوه صح؟ احنا اللي شفناه بس.
أنا آسف. أنا آسف. أنا آسف. عطل فني. عامل 2 مليون مشاهدة. هل يا ترى ده أنتِ مرتاحالة ولا حاسة فيه حاجة؟ بص أنا أبص. يعني إيه بص دي؟ ما أنا مش عايز قلة أدب. ايه بص دي انت ايه بتلقى عليا؟ لا ما تقصدش يا رايا شادية. تعالى معلش شادية. خلاص يا شادية. يا شادية تعالى معلش. ايه ده ايه ده فرخه في ايدين كتير مشكوني. انت طلع لك ست ايدين ولا ايه؟ لا الاستوديو معانا ناس. انتوا مشيتوا؟ لا اهو تعال ديوس ديوس ما مشيتوش. ارتاح احنا موجودين. ايه كل شويه تكلمني هناك وكلمني انا هنا. نعم يا اختي. حضرتك طبعا 2 مليون مشاهده ده حاجه قليله جدا. انا كنت متوقعه ان الفيديو على الاقل هيجيب 5 مليون مشاهده لان انا مش بس كنت برقص في الفيديو ده، لا ده في حته وانا برقص فيها البادي بتاعي اترفع شويه قامت ماما ضربتك. لا هنتك. لا نزلت لي البادي. يا سلام. عشان هي ست عظيم على فكره. ماما معايا في كل حته. دي هنا كمان. ماما هنا؟ اه مامة شادية انت بتتفضل. يا ريت مامة شادية. ايه ده ايه ده انسان الغابة. ماما انسان الغابة. اهلا مامة شادية. ايه اللي بيحصل يا فرخة؟ شركني معاك. مامة شادية دخلت. دخلت ماشي. تنزل لها البادي. شكرا ماشي. يا ام يا ست العظيمة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله متوضية. ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبتي. ينفع كده ليك وحشة ألف البادي. أوكي حفلة بادي. شكرا يا أمي. يا سلام. ايه اللي بيحصل يا فرخة؟ شركني معاك. وايه اللي بيحصل؟ دي مامة شادية دخلت تنزلها البادي وبتسلم عليها. الحقيقة أم مسلية. قصدك على الجايزة؟ طيب شادية مين السبب إن الفيديو ده ينزل على النت؟ في شاب كان واقف قريب من المكان اللي أنا كنت برقص فيه. كويس. الشاب دوت صور لي الفيديو بتاعي. كويس. ونزله وناس كتير ملايين شافوه خلاني مشهورة. وبجد أنا ممكن أنتهز فرصة إن أنا معاكم في الحلقة هنا واوجه له كلمه واقول له يعني ربنا يرجعه لك في بنتك ان شاء الله. امين يا رب. شوف بنتك زي ما انت عملتني كده ان شاء الله. ان شاء الله. ايه شادي ايه اللي بيحصل يا فرخه؟ شركني معاك. بترعش. ايه اللي بيحصل؟ بترعش. حاسه ان هموت وارقص سامع صوت مزيكا. لا مفيش مزيكا. سامع صوت. اهدي يا شادية. وكعبه كعبه كعبه حبيبي وانا لعبه كعبه وكعبه كعبه حبيبي وانا لعبه. ام عظيمة عظيمة يا ست الحبايب يا حبيبة. شادية مين ساعدك؟ محدش ساعدك.